أنا أسباب لانتشار الرشوة. إيه الأسباب لانتشار؟ أسباب سياسية، اجتماعية، إدارية، اقتصادية. لو بصنا للأسباب، الحلول مع الأسباب. الحلول مع الأسباب. أسباب سياسية، تعالوا نبص مع بعض ناخدهم في عجالة سريعة. ليه الرشوة انتشرت سياسيا؟ ليه؟ لعدم وجود رقابة سليمة بها رجال أكفاء يخشون الله. عايزين رقابة، عايزين جهاز رقابي بيخاف من ربنا. عدم انتقاء رجال الرجل المناسب في المكان المناسب. عدم وجود مساحة لإبداء الرأي السليم والاقتراحات من أهل الخبرة. مفيش. عاوزين ندي مساحة للناس تقول رأيها. ادي مساحة، ادي كل شيء كويس، هات الرجل المناسب وحطه في المكان المناسب. فصل السلطة القضائية عن التشريعية والتنفيذية، افصل بين دي وبين دول، دي وحديها ودول وحديهم. لو ما عملناش كده هيتولد من ذلك عدم تطبيق القانون إلا على الفقير. القوانين لا تطبق على ناس وتطبق على غيرهم على طول. طب الحلول، لازم يكون فيه جهاز رقابي قوي لا يخشى إلا الله، يطبق على الغني قبل الفقير، على صاحب السلطة قبل العامل. جهاز رقابي، أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. إذا وضعت رجل غير مناسب وصل بإيه؟ بالفلوس. لما يتحط في المكان ده هيعمل إيه؟ هيلم فلوس. عدل. لا، نفصل السلطة القضائية دي، هي حاجة وحديها خالص. ندي القضاء اللي هم عايزينه من الفلوس، عشان ما يبصوش للفتات، ما يبصوش لعفونة الناس. ادي القاضي فلوس عشان ما يبصش، عايش وعيشة كويسة علشان خاطر ما يرمرمش ويبص لغيره. اديله، شبعه، املى عينه، شوف هو عايز ايه واديله، وقف جنبيه. يبقى فصلنا السلطة القضائية عن التشريعية والتنفيذية، خلاص اتحلت الأسباب والمشكلة اتحلت سياسيا. طب نشوف أسباب اقتصادية. أسباب اقتصادية انتشرت بسببها الرشوة، هي أول شيء تدني المرتبات مع وجود ارتفاع في الأسعار. كل ده بيولد مصائب عند الناس، بياخد مرتب مش مقضيه. النهاردة الأسعار كل يوم فوق ومفيش، هيعمل ايه؟ هقولك افتح الدرج بتاع للرشوة، هقولك هاخد، عايز اعيش انا وعيالي، مش مهم عنده حلال ولا حرام. يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء من اين اخذ، ام من حلال ام من حرام. هيجي زمن على الواحد يقول لك ما ليش دعوة حلال ولا حرام، المهم اكل. ما دي مشاكل بنحلها مع بعض. يبقى تدني المرتب مع غلو الاسعار. الامر الثاني والاهم اللي هو ايه بقى؟ ألا يبقى تدني الأسعار مع ارتفاع عدم توزيع الثروات توزيعا سليما. ناس فوق وناس تحت، الطبقة اللي كانت في النص زمان دي مش موجودة. يبقى اللي فوق داس على اللي تحت خلاص. يبقى عدم توزيع الثروات. طب نحل ازاي؟ نرفع المرتبات. لازم يكون في عمل بقى، عشان ارفع لك المرتب بتاعك وما تعانيش من الرشوة، يبقى تعمل وتنتج عشان اديلك مرتب، عشان بدل ما تاخد 1000 تاخد 3، لما تنتج هتاخد 3 و4. انما ما بتبقاش نايم في بيتكم وتروح 10 دقايق. انا قاعد مع واحد بيقول لي الموظف بيجيني 3 ايام في الاسبوع، كل يوم ساعة، كل يوم ساعة، وثلاث ايام بيجون في الاسبوع. تخيل لما مدير مكان بيقول الكلام ده، ها؟ يبقى ده مش في الاخر يقول عاوز 3000 جنيه مرتب، منين؟ يبقى هنا عدم توزيع. طيب نعمل ايه؟ نحل المشكله دي ازاي؟ يبقى نرفع المرتبات وننظر الى الاسعار ونعمل احكام ونعمل رقابه سليمه
ونحاوط كل المجتمع ده بالرعاية. بعد كده هتبص تلاقي بفضل الله الثروات اتوزعت صح، الغني خد والفقير خد وعرفنا نعيش صحيح. يبقى فيه أسباب اقتصادية، فيه أسباب إدارية، أسباب إدارية بل وسودة. أسباب الإدارية دي هي أول سبب العصبية والقبلية. أنا موظف في المكان الفلاني، ابن عم وابن خال وابن كذا، أخش المكتب أنا جوك كل عيلة واحدة، أروح المصلحة الفلانية ألاقيها كلها عيلة واحدة، ما فيش غريب وسطيهم. يجي الغريب يدخل يتفصل، يا إما يعملوا له مصيبة يطلعوه. يبقى هدم الإدارة الفاشلة. نيجي بعد كده بعد الأمر ده نيجي بقى نشوف الأمر الإداري الثاني، عدم الرقابة الصحيحة السليمة الحازمة. ما فيش رقابة، ما ده ابن عمي تحتية أعمل له إيه؟ طيب أجازي ابن عمي؟ لا طبعا. وده ابن عمه شغال مش عارف رئيس، طب إيه الرئيس ده؟ ده ابن خالي. طب ده أخويا اللي في المكتب، ده ابن عم هو المدير. يبقى ما فيش رقابة، يبقى خلاص الشغل بقى اللي يروح يمضي ورقة إن ما دفعش لفلان مش هيشتغل. ما ها برضو دي بلاوي، بلاوي بنحاول نحلها أهي، بلاوي إدارية أهي. نيجي بعد كده نبص نلاقي إيه؟ أمور تاني بقى أفظع من كده أنا مش هتكلم عنها، أنتوا عارفينها في الشغل اللي بيحصل إيه؟ بين الستات والرجالة والمعرفش إيه، ودي أختك ودي مش عارف إيه، ورشاوى جنسية ورشاوى معرفش إيه، بلاوي. نيجي بقى للأسباب اللي عايزين نحل دوا، بالعكس نعكس الأسباب، نشوف الأسباب الاجتماعية. أسباب اجتماعية كثيرة جدا جدا. أول شيء عدم وجود وازع ديني، ما فيش دين. اللي بيعمل ده خلاص انتهى أمره. عدم رؤية، الرؤية الصحيحة للناس والجهل. واحد يعني عايز يطلع بطاقة مش عارف يعمل ايه، جهل، جهل يعني مش عارف يعمل ايه. طب يا عم هات 20 جنيه وانا اخلص لك الموضوع ده، هو مش عارف. يبقى في توعية للناس، يبقى ما فيش جهل للناس. تطبيق القانون على الكل، تلاقي المجتمع بتاعك وصل للدرجة اللي انت عايزها. بدل ما بقينا دولة نامية ودولة فقيرة، هنبقى دولة قوية. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالاجابة. اسباب لانتشار الرشوة، ايه الاسباب الانتشار؟ اسباب سياسية، اجتماعية، ادارية، اقتصادية. لو بصينا للاسباب، الحلول مع الاسباب.